هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا الإعلان عن فتح مكتب لممثلية حركة وهمية فيها 4 من الناس جاو داو مصروف داو فيلا كبيرة في بوارسون حبيبي هادو خبزوها خبزوها تاع الصح سمعت الإعلان هذا أنا كنت نستنى أنه آلة البروباغندا الجزائرية راح تحرك وتبدأ تقصف وإذا به سيلونس راديو سوستا ما كان حتى واحد ما عرفش أنا ملحق سوستا سيلونس زوج مواقع تكلموا كما تكلموش هذاك واحد ما كان يسمع بيهم موقع مغرب إيمرجون تاع قاضي إحسان وبين ما هوش تاع المبقاش مغرب إيمرجون تاع قاضي إحسان مسيطرين عليه دروك هذا واش صابو جماعة الجبار هذا واش طار لهم وموقع واحد آخر والله ما عليه كيف كيف تاع يمليو عليه بعثوا لهم قال لهم ديروا هكذا أما الصحف وقنوات تلفزيون كلها عمومية أو خاصة ما حركوش جرام أنا نفهم إذا كان في المغرب تجاهلت الحكاية الصحافة المغربية تجاهلت الحكاية هذا يعني ترفع على تفاهات التفاهة ترفع على ما نجاوبوش المكان لا رد رسمي ولا رد إعلامي والو ريال المغرب ما تحركش خلاص يجب ما يهز كريح داروا له مهلة أما في الجزائر أنه يجيو يفتحوا هاك وجاو بطر عند رابو يدشنو كدا منهم اللي يضربي فيها فيلا قد الاخر و لا وزارة الخارجية لا الرئاسة لا وزارة الدفاع لا صحافة بودورو لا قنوات العار والاستحمار لما سألنا قال كيفاش طبعا لازم يسأل قال لك يا ولدي هذا جبار راهو يخلط وحده أيوة جبار يخلط وحده وعلاش إيه قالت لأنه فشل في كل عمليات هذا شيء طبيعي في كل عمليات اللي دايره في الخارج كل فيها كامل واليوم راهي في الكاية التريبيونال مع الأمر هو اللي حط عليها تاع التحمر هي صاب روحو فارسو صاب روحو فارسو فاشل على طول الخط الفشل هذا هو اللي خلاه زعما عمالو راح يتبعوه ما يتبعوش لانه جبار سنبريتي جبار سنبريتي كي قلنا انا نعرفو نعرفو كان يجي رازي الامير في دين ابراهيم محبط راسو ديما يديه في المكتوب يد في المكتوب ويد على برا ساكن قاعد ستي مع دويلة معروف عليه النبريت معروف عليه السنبريت ولا اليوم أم خارجي ويتآمر ويلعب ساعة تلعب الكراكب مع تبون مع شقريحة بيسهل عليكم ما جيت تلعب نيفو عالي لا هذا نيفو كبير عليك انك عارف شو كاش انا مع تبون كيفاش راهو زعما يتعاملوا بالضحك ولا وهذا يحفر هذا الاخر خايف منه راهو خايف منه تبون خايف من من جبار شو كاش زعما يضحك له وعلى بالو بيه بلي راهو يحفر على بالو بيه باش نحكم عليه دوسيه
جبار ما عنده والو في الماء، هنا اللي عنده والو في الماء. يعني مش تكلم على واحد كيما عبد الصمار يملي وحده يملي عليه واحد من الزلام جبار ويردو بطل كاش كيفو ويرد عنده علاقات وما عنده والو. عمره ما كان في الامن الخارجي باش يكون عنده علاقات في فرنسا وعنده لوبيات. نتكلم عليه نعرفو، نعرف التاريخ تاعو، نعرف المسار ديالو من يبدا سيرجان هو طالع، من يبدا سيرجان هو طالع. ما كان في الدماغ، لو كان عنده جرامات في الدماغ قبل ما يمد فيلا في بوارسون ويمد كدا ويفتح ويدير ويتحرك، قبل هذا يشاور، يشاور يخبر. هو دار كلش وحده وزعما شغل بعكير بحقل ما ترباش. دابور روح قول لها الجماعة ديالك يديروا، ما قولهمش يديروا مظاهرة في الريف في المغرب ما يسمع فيهم، قول برك يديروا في باريس ولا في أمستردام ولا في بروكسل في أي نقطة في العالم. لا قدروا يلموا عشرة من الناس فورا، عشرة من الناس لا قدروا يلموا عشرة من الناس شوف، عطيهم كما الأولين الدراري هذوك أعطاهم 300 ألف يورو، 300 ألف يورو. بو هو أكيد أو ديكلار 500 ولا مليون يورو لا يضرب شي باليه كبير، هذا معروف، هذا معروف. شنو لي تيت انت ارواح ودير حركه وزيد المعطيات الدوليه، ما يعرفش واش المعطيات الدوليه، هذا امن خارجي ما يعرفش المعطيات الدوليه، ما يعرفش الظرف الدولي. ارواح وزيد قول هاني اذا كان حركه نأيدها، بالك لوتيل بالاس تاع بليده ولا اللي كنت في بروكسينات. شوفوا كيش تربي دار الجزائر هذه، يعني يوصل البروكسينات كنا ريان دون لو كران نيفو باك موان 5 دارش باك موان 7 يعني. يجي هذا على رأس الأمن الخارجي اللي يعتبر الدبلوماسية الموازية اللي خلات الجزائر في العلاني في وقت من الأوقات، في وقت من الأوقات الجزائر في العلاني. يجي هذا يطيح بها، يجي هذا يطيح بها. دونك حكاية هذه التمثيلية، التمثيلية هي تمثيلية تاع الصح، سي كوميدي، سي بارودي دو موفي غو بيان سور. ول السي هذا اللي قال لك راهو اللي بلا بيه والو ما يسرى عليك، شوف يوصل الجزائر يضحكوا عليه الناس، حتى اللي معاه ضربوا الناح، لا شي قريحة ولا تبون ولا صحافة لا حتى خليه وحده، خليه يعوم وحده. من المفروض يوقفوه، ولكن ما كانش دولة. لو كان دولة في الجزائر راه توقف جبار ويردوه للبليده، يقولوا بلاصتك في البليده ماشي هنا. البليده عمالك وين السجن تاع البليده واللي كان يدير تريكو بو سمات وكالسون ويقابل الحيط ويهدر وحده، هذا هو. ربي يقدر خير بلادنا، ربي يبعد عليها بلاد الحرام. وموعدي بكم غدا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.